أواخر تسعينيات القرن الماضي اشتهر في الرباط المقاول مبارك المصلوحي، كان حاضرا في جل الصفقات العمومية، كانت مقاولته ناجحة، غير أن السيد المصلوحي لم يرزق ولدا ولا بنتا من زوجته زينب رفيقة العمر، ولما يأس من علاجها ويأست وافقت على أن يتزوج امرأة ثانية علّه يظفر منها بالولد. وقع اختيار مبارك المصلوح على كاتبته الخاصة اسمها سعاد، كانت تدير كل أعماله وتمسك بملفات المقاولة. فكر الحاج المصلوح أنه بزواجه من سعاد سيحصل على الزوجة وعلى من ترعى ماله ومال ولده بعد موته، والواقع أن سعاد الكاتبة الخاصة كانت بدورها لا تدخر جهدا لاستمالة الحاج مبارك المصلوح، كان همها هي أن تضع اليد على الثروة التي يملكها الرجل. بعد أن تسنى لها الزواج منها سعت جاهدة لتنجب منه ولدا أو بنتا، أوليس الولد ما دفعه إلى الزواج منها؟ كذلك كانت تفكر، وأخيرا أنجبت ولدا. قالت ألسنة السوء إنها حملت من غيره، ولكن الحاج مبارك المصلوح صم آذانه عن أقاويل الناس، أوليس الولد للفراش؟ أقام حفل عقيقة تليق بمقام عائلة المصلوح. كانت سعاد قد همشت الزوجة الأولى للحاج بما تسبب لها في صدمة عجلت برحيلها، وقد مثل لها حدث الولادة بداية مرحلة إكمال وضع اليد على كل ما يملكه المصلوح. كان الرجل قد خفف من اهتمامه بمشاريعه، كانت سعاد الزوجة والكاتبة الخاصة تتولى كل شيء، وكان هو يخصص الحيز الأكبر من يومه لولده هشام. ذات يوم اكتشف الحاج مبارك أنه لم يعد يملك شيئا مما كان يملك. استطاعت سعاد أن تستحوذ على كل شيء، استغلت ثقته فيها وكانت تجعله يوقع على الوثائق دون مراجعتها، كانت تختار اللحظات التي تجعله يوقع. كان هو لا يظن أن أم ولده الوحيد ستخون الأمانة على هذا النحو. لما اكتشف ما حدث كانت قد مرت سنتان على الوقائع، لم تبقى أمامه أدنى فرصة لاستعادة ما سلب منها. بعد أن استشار أحد المحامين وكان من أصدقائه رضخ إلى الأمر الواقع، كانت قد قسمت ما استولت عليه بالاحتيال مناصفة بينها وابنها هشام. تدهورت الحالة الصحية للحاج المصلوح وأصيب بجلطة في الدماغ، تم نقله إلى أكبر مصحة في الرباط، غير أن الوعكة لم تمهله فمات. نحن الآن في العام 2000. صارت السيدة سعاد تمسك بزمام كل شيء، اشتهرت وذاع صيت مقاولتها، مقاولة سعاد المصلوح، صارت من المقاولات اللائي يحسب لهن حسابهن في السوق. وكلما كانت مشاريعها تتوسع كان الولد هشام يكبر وسط المربيات والخادمات والسواق، كان مدللا إلى حد الميوعة. كان وهو فتى في العاشرة يجبر السائق على أن يدعه يسوق السيارة، لم يكن بمقدور أي من أولئك النسوة والرجال أن يرفضوا له طلبا أو أن يعصوا له أمرا. نساء كثيرات ورجال كثيرون فقدوا عملهم لدى سعاد المصلوح لأنهم رفضوا التجاوب مع نزوات ذلك الفتى المدلل. شب الولد صار مراهقا، كان يذيق الخادمات والسائقين من العذاب أصنافا وأشكالا، ومن يشتكي منهم يكون مآله الطرد وفي أحسن الأحوال لقاء تعويض مالي بسيط. كانت السيدة سعاد المصلوح تعتقد أن ما لديها من مال يتيح لها شراء كل شيء، كل شيء، حتى كرامة من امتهن ولدها المدلل كرامته. في مستهل ربيع العام 2000 التحقت بمنزل السيدة سعاد المصلوح فتاة لتعمل طباخة. كانت الشابة من أسرة فقيرة وكانت ذات تربية حسنة وأخلاق حميدة، كانت زهرة على قدر محترم من الجمال، ولذلك ما أن رآها الفتى المدلل هشام حتى سعى إلى استمالتها ومحاولة العبث بها.
غير أنه اصطدم بجدار صلد وحصن منيع. حاول استعمال العنف كما استعمله مع غيرها من قبل، ولكنها استطاعت أن تجعله يلزم حدوده. لم تكن تدري زهرة أن مدلل أمه إنما هو بصدد تغيير الخطة، وأنه لم يتخلى عن هدفه. وسوس له أحد السائقين بأن يخدرها، وإذا ما تمكن من ذلك فسيصير جسدها كله له. أحضر السائق مخدرا قويا تم وضعه في قنينة الماء التي تشرب منها الطباخة الشابة. لم يتأخر مفعول المخدر، آوت بسرعة إلى غرفتها، لم تقوى على إغلاق باب الغرفة، استلقت على الفراش، ولما أيقن أنها نامت تسلل إلى فراشها. لما انبلج الصبح استيقظت زهرة، ويا لهول ما استيقظت عليه. وجدت هشام في فراشها، لحظتها علمت أنه عبث بها، صرخت، أيقظت كل من في البيت ومنهم السيدة سعاد. كانت زهرة تأمل أن تتخذ سيدة البيت ما يجبر الضرر الذي ألحقه بها ولدها هشام، ولكن كم كانت صدمتها قوية حين اتهمتها المرأة بأنها من تحرشت بولدها المدلل. بعد نحو شهرين ظهرت على زهرة أعراض الحمل. لما أبلغت المدام سعاد حملتها مرة أخرى المسؤولية فيما حدث. قالت لها إنها ليست الأولى التي ادعت أنها حامل من هشام. أعطتها 50,000 درهم وطلبت منها أن تغادر المنزل إلى غير رجعة. قالت لها إن ما أعطته لها سيمكنها من التخلص من الجنين. يا لها من إهانة. غادرت زهرة الرباط، توجهت إلى الدار البيضاء حيث تقطن أسرتها. أفضت إلى أمها بما حدث. عارضت الأم كل محاولة للتخلص من الجنين، وعرضت على ابنتها الرحيل إلى القنيطرة والإقامة عند قريبة لها هناك إلى أن تضع حملها. بعد أيام أشاعت زهرة في محيط معارفها أنها وجدت عملا في طنجة وأنها راحلة إلى هناك. خلال تلك الشهور التي قضتها زهرة في القنيطرة كان بركان الغضب يحتقن بداخلها. لم تكن تظهر غضبها، ولكنها كانت طوال الوقت تفكر في الثأر لشرفها. يوم جاءها المخاض رافقتها قريبة أمها إلى إحدى المصحات حيث وضعت مولودا ذكرا. بعد 3 أيام غادرت المصحة، استقلت حافلة إلى الرباط، ولما نزلت في محطة المسافرين بالقامرة ركبت سيارة أجرة. طلبت من السائق أن يأخذها إلى عنوان سكن مدام المصلوحي وولدها المدلل. كانت زهرة قد أعدت رسالة مواجهة إلى عائلة المصلوحي. لما بلغت وجهتها طلبت من السائق أن ينتظرها. أخذت السلة التي كان بها الوليد وتقدمت نحو المنزل. كان الوقت صبحا، وجدت باب المرآب مفتوحا، كان الحارس يغط. تقدمت أكثر، كان الحارس مغرقا في النوم. وضعت السلة وتقدمت نحو الباب، قرعت الجرس بقوة، ثم أسرعت نحو سيارة الأجرة. كانت في انتظارها غير بعيد. طلبت من السائق أن يتوجه بها إلى محطة القطار. في تلك اللحظات كان كل من في بيت المصلوح قد استيقظوا مدعورين، ومعهم المدام سعاد. كان الحارس بدوره قد استيقظ ليكتشف السلة. كان الضجيج الذي أثير حولها قد أيقظ الوليد الذي بدأ يصرخ. حملت المدام المصلوحي السلة إلى الداخل. كانت مندهشة، ظلت تفكر لحظات طويلة في من تجرأ ووضع الوليد في باب سكنها. لم تهتدي السيدة إلى جواب يشفي فضولها وقلقها. تذكرت سعاد المصلوحي ابن خالة لها يعمل عميدا في الاستعلامات العامة. كانت الساعة تشير إلى 7 صباحا. اتصلت به، طلبت منه أن يأتيها حالا لمساعدتها في حل مشكل طارئ.
تذكر العميد عبد العزيز القدوري سنوات الفقر التي نشأ فيها لما كانت سعاد تتجاهله وتتجاهل عائلته، ومع ذلك فإنه استجاب لها. بعد أقل من ساعة حل بمنزلها، كانت في الصالون بالقرب منها السلة التي تحمل الوليد. قالت إن شخصا ما وضع المولود عند الباب، ضغط على الجرس ثم مضى مسرعا. كانت تتوسل إليه أن يساعدها على الوصول إلى مخرج من هذه الورطة. كان العميد عبد العزيز ضابطا له تجربة غنية، ومنذ الوهلة الأولى انتبه إلى أن المسألة تدخل ضمن اختصاص الشرطة القضائية. حاولت أن تغريه بالمال لقاء تكفله بما يجعلها تتخلص وبأقصى سرعة من الرضيع، ولكنه رفض العرض المغري واتصل بزميله في الشرطة القضائية. في الحقيقة فإن الفضول تملك العميد عبد العزيز، وصار نفسه يرغب في كشف سر الوليد. كان عميد الشرطة القضائية شابا أكسبته السنوات العشر التي قضاها في المصالح الأمنية المختلفة تجربة هامة. كان يعرف عائلة السيدة سعاد، من لا يعرف عائلة المصلوح؟ كان يعرف عنها الكثير، وخاصة عن ولدها هشام، ولكنه لم يتوصل بأي شكاية ضده. لما حضر عميد الشرطة القضائية العميد عمر رزقي، بدأ بفحص ثياب الرضيع، ولكنه لم يجد فيها ما يفيد بشيء. كان الرضيع يصرخ، لعله جائع، لعله بحاجة إلى تغيير حفاظته. كان على المدام سعاد أن تتولى رعاية الرضيع ولو إلى حين. في تلك الأثناء كانت زهرة بعيدة تتجرع في صمت ألم فراق قسري لوليد لم تلده راغبة. قررت زهرة أن ترد على المدام سعاد بطريقتها الخاصة، ولما وضعت وليدها الذي حملت به نتيجة اغتصابها من قبل هشام الفتى المدلل للمدام المصلوح، جاءت تحمله إلى بابهم، تركته وانصرفت. لم يكن قرارا هينا، ومع ذلك فإنها كتمت غريزة الأمومة بداخلها وتركت وليدها. استعانت مدام المصلوح بابن خالتها العميد في الاستعلامات العامة عبد العزيز القدوري، الذي ما لبث أن أحال الأمر على زميله عميد الشرطة القضائية العميد عمر رزقي. لم يمكن تفتيش ثياب الرضيع من اكتشاف ما يفيد في اقتفاء أثر من تركه في باب المقاولة المشهورة سعاد المصلوحي. طلب العميد منها أن تحتفظ بالوليد بعد أن استمع إليها. اكتفت برواية قصة اكتشاف الرضيع صبح ذلك اليوم. لما عاد العميد عمر رزقي إلى مكتبه، أوكل إلى فرقة تابعة له مهمة القيام بجولة عبر المستشفيات والمصحات. كان عليهم أن يبحثوا عن النساء اللواتي وضعن قبل أسبوع، وأن يتأكدوا من أن كل واحدة منهن تحتفظ بوليدها. طبعا كان يتعين إحضار كل امرأة لم تحضر مولودها. كانت هذه المهمة تمثل المسلك الأول من مسالك ثلاثة اعتمدها العميد عمر. المسلك الثاني في البحث يتركز على العثور على سائق التاكسي الذي نقل المرأة زهرة بعد أن تخلصت من والدها في باب منزل عائلة المصلوح. ذلك أن الحارس لما أفاق على وقع الجرس رأى سيارة أجرة تغادر الجوار بعد أن أركبت امرأة. أما المسلك الثالث في البحث فيتركز حول عائلة المصلوح، المدام سعاد وابنها هشام دون استثناء العاملين معها من خادمات وسائقين. تولى العميد شخصيا التحقيق مع عائلة المصلوح ومن يعملون في سكنها. بدأ باستدعاء الخادمات والسائقين والحراس، وما أن باشر استجوابهم حتى لمس ما تجلى له اتفاقا على الإدلاء بتصريحات متطابقة. لم يجد في أقوالهم ثغرة ينفذ منها إلى الحقيقة، ولذلك فقد أبدأ من جانبه إصرارا على إحداث بعض التناقض في أقوالهم يسلك منه إلى المرحلة الموالية من البحث. التطابق التام في أقوال تلك النسوة وأولئك الرجال مثير للشك بحد ذاته. بدا له
أنهم لقنوا ما يقولونه. طلب العميد من السائقين أن يعطوه أسماء كل الخادمات اللواتي تعاقبن على خدمة المدام سعاد المصلوحي، أسماء كثيرة تلك التي سردوها عليها، غير أن واحدا فقط من السائقين تذكر شابة اسمها زهرة غادرت البيت قبل شهور. واحد فقط تذكر زهرة الطباخة الجميلة. كان بين السائقين واحد بدا مرتبكا وهو يدلي بأقواله، رأى فيه العميد الحلقة الضعيفة التي قد تتيح النفاذ إلى ما يخفيه ذاك التطابق الذي كان يبدو في أقوال الخادمات والسائقين والحراس. طلب العميد من الرجل أن يعيد عليه ما سبق له أن صرح به. جاءت روايته الجديدة مضطربة وبها أخطاء كثيرة. قرر العميد عمر الضغط على الرجل، قال له إن التستر على الجريمة قد يؤدي به إلى السجن. لحظتها حلت عقدة لسانه ونطق بما لم يكن العميد يتوقعه. في تلك الأثناء حضر إلى مكتب العميد الفريق الذي كان موكولا إليه البحث عن سائق التاكسي الذي يعتقد أنه حمل الوليد وأمه إلى مسكن عائلة المصلوحي. لقد تمكن الفريق من الوصول إلى سائق التاكسي الذي قال إنه نقل المرأة من المحطة الطرقية القامرة إلى منزل المصلوحي فجرا، وإنها بعد أن نزلت ومعها رضيعها دخلت المنزل من باب المرآب ثم عادت وطلبت منه أن يقودها إلى محطة القطار. يحكي السائق أنه لما نزلت المرأة انتبه إلى وجود ظرف على الكرسي الخلفي للسيارة. كان الظرف مغلقا وقد دفعه فضوله إلى فتحه. كانت بداخله رسالة لم تكن تتضمن اسم المرسلة إليه. كانت رسالة من بضع كلمات: هذا نتاج إجرامكم فخذوه. الفريق الذي كلف بالبحث في المستشفيات والمصحات لم يتوصل إلى أي امرأة ممن وضعنا خلال الأسبوع لا يوجد معها مولودها. عاد العميد عمر رزقي إلى استنطاق السائق الذي فاه بما لم يكن متوقعا. قال السائق إن عدة فتيات اشتغلن مع السيدة سعاد المصلوحي التي تكون غائبة عن البيت في أغلب الحالات. كان ابنها الوحيد هشام يستغل غيابها ليتحرش بالخادمات، أحيانا كان يغتصب بعضهن والويل لمن تتمنع. قال السائق إن آخر ضحاياه شابة كانت على قدر محترم من الجمال، كانت قد حلت بمنزل المصلوحي لتعمل طباخة. كانت شابة عفيفة حاول الإيقاع بها ولكنها كانت تبعده في كل مرة. اعترف السائق أن هشام الفتى المدلل أعطاه مبلغا من المال ليحضر مادة مخدرة قوية المفعول. وضع المخدر في قنينة الماء التي تشرب منها الشابة، ولما فعل المخدر مفعوله قام باغتصابها، ولكن المدام طردتها، يقول السائق، لأنها أثارت ضجة حول ما تعرضت له. دل السائق على عنوان الشابة، تم إرسال ضابط لاستقدامها، تم ذلك بتنسيق مع مصالح الشرطة في الدار البيضاء. في اليوم التالي تم إحضار الشابة إلى مكتب العميد رزقي بعد أن عرضت على الطبيب الذي أثبت أنها نفساء، ما أن سألها العميد عن رضيعها حتى أقرت بكل شيء. كانت حزينة، قالت إنها كانت تتوقع أن تصل رسالتها إلى السيدة سعاد المصلوحي، كانت تتوقع أن تتصل بها لتعمل على تدارك الموقف، ولكن الرسالة سقطت من ثوب الرضيع. بضع كلمات تقول: هذا نتاج إجرامكم فخذوه. رق العميد لحالها، آلى على نفسه أن يمضي إلى أبعد الحدود في ملاحقة الجاني. اتصل بأحد نواب وكيل الملك وكان زميلا له في الدراسة، عرض عليه تفاصيل الموضوع. تم استدعاء السيدة المصلوحي وابنها هشام إلى مكتب العميد. على الفور طلب العميد إخضاع هشام لتحليل جيني ومقارنة جيناته بجينات الرضيع. كما كان متوقعا جاءت النتائج مؤكدة
أبوة هشام للرضيع. أثناء التحقيق معه أقر هشام بأنه اغتصب زهرة، ادعى أنه شغف بها حبا وأنه لم يكن يتوقع أن تتخلص منها أمه بالطريقة التي فعلت بها. اختصر هشام المسافة وعرض الزواج من زهرة وأن يعترف بأبوته للوليد. كانت المدام سعاد تعارض زواج ابنها من تلك الطباخة، استعانت بمحامين ثم التحقت بولدها إلى مكتب وكيل الملك الذي لم يكن قد ترك فراغا مصطريا ينفذ منه المحامون للاعتراض على الزواج. كان معترفا بفعل الاغتصاب، وكانت التقارير المخبرية تؤكد أن المولود هو ابنه. تم وضع الظنين في الاعتقال الاحتياطي الآن وقد صار متهما بالاغتصاب. لم تستطع المدام سعاد المصلوحي ابتلاع هزيمتها أمام زهرة الخادمة الشابة الفقيرة. لم ينفع المدام مالها ولا علاقاتها، ولذلك قررت أن تسلك مسلكا آخر. أعلنت أنها تقبل بزواج هشام من الطباخة زهرة. كانت زهرة قد اشترطت أن يقام لها حفل زفاف يليق بعائلة المصلوحي وحفل عقيقة يليق بمولودها. لم يكن أمام مدام المصلوحي من خيار غير القبول، فدونه السجن لابنها المدلل. ولكنها كانت تضمر في قرارة نفسها نية للانتقام من زهرة، غير أن الأقدار كانت تخبئ لها شيئا آخر. لم يكن هشام قد تخلى عن تهوره واندفاعه ولا عن غروره. وبعد أسبوع من حفل زواجه من زهرة، وبينما كان رفقة أصدقاء له سكارى يتفسحون على متن سيارته الجديدة حيث كان يسوق بسرعة جنونية في منعطف لم يكن يتوقعه، انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران. مات هشام محترقا. تناهى الخبر الفاجع إلى أمه بينما كانت مغرقة في واحدة من عملياتها التجارية الكبرى. أغمي عليها، تم نقلها إلى المستشفى في الرباط، ولكن الأطباء نصحوا بنقلها إلى الخارج. بعد أيام استرجعت وعيها، ولكنها لم ترى النور منذ أن علمت بمقتل ولدها هشام. أصيبت بالعمى. لما عادت إلى الرباط كانت زهرة أرملة هشام في انتظارها. لم يكن ذلك ليرقها، فهي ما زالت تحتفظ في قرارة نفسها بكراهية لهذه الشابة التي أجبرتها على الخضوع. بمرور الأيام وهي في ظلمة العمى أحست سعاد المصلوحي بأنها فقدت الكثيرين من بين من كانت تعدهم أصدقاءها الأوفياء. لم تجد بجانبها سوى تلك الشابة التي سعت إلى التخلص منها يوم اعتدى عليها ولدها هشام. كان الطفل يكبر، اختير له اسم جده مبارك، وكان العميد عبد العزيز القدوري ابن خالة سعاد يزورهم بشكل منتظم. دافعه في ذلك أخلاقه التي تدفعه إلى الحفاظ على صلة الرحم. كان الطفل مبارك يناديه عمي. ذات يوم نادت سعاد زهرة، قالت لها يا بنتي، لم تقلها لها من قبل. لما حضرت فاجأتها المرأة التي كانت قوية ذات يوم بأن طلبت منها الصفحة. ردت زهرة بأن عانقتها وبكت. صادفت تلك المرحلة أن طلق العميد عبد العزيز زوجته، كانت طبيبة انهمكت في مهنتها وأغفلت علاقتها بزوجها. انتهى الأمر بتلاشي تلك العلاقة وانهيارها. في المنزل الفسيح لعائلة المصلوحي لم يعد وجود للخدم ولا للسائقين، وإنما هما امرأتان وطفل. ذات مرة فاتحت سعاد ابن خالتها العميد في موضوع الزواج. عرضت عليه الزواج من زهرة الطيبة. في الحقيقة كانت الأجواء مهيئة لذلك، فالعميد عبد العزيز الذي لم يرزق من طليقته أولادا صارت تربطه علاقة متميزة بالصغير مبارك، وكان ذلك مما شجعه على القبول. بعد حين تم الزواج. كانت سعاد
وهي حبيسة ظلمة العمى تتحسس النفس الجديد للحياة في منزل عائلة المصلوح. في ذلك السبت 13 من أكتوبر من العام 2000 كانت مجموعة من الصيادين تسير في المسالك الوعرة لغابة إيزارن القريبة من بريكشا بنواحي وزان. كان المشي قد أنهك أغلب الصيادين. كانت الكلاب تلهث بلا توقف، لا تترك ثغرة إلا وتسلكها. كان الانتقال من هضبة إلى أخرى يزيد من تعب المجموعة التي بالرغم من كل ذلك لم تكن قد ظفرت سوى ببضعة أرانب وحجلتين. بين أفراد تلك المجموعة شاب مزهو بحمل بندقية الصيد، اسمه علي الخطاب، مقاول مبتدئ حديث عهد برخصة حمل سلاح الصيد. كانت بندقيته ذات طلقتين أوتوماتيكيتين. يقول إنه منذ صباه ولع بالصيد، إذ كان يرافق والده من حين إلى آخر في رحلات الصيد. كان الوقت عصرا عندما سمع غير بعيد دوي طلقة نارية. حسب الصيادون أن واحدا من رفاقهم صوب نحو طريدة ظهرت فجأة. صدى الطلقة أعقبه صراخ استغاثة. كان الشاب علي الخطاب يطلب النجدة. انقلب الصيادون إلى مصدر صراخ. كان مشهدا مفشعا. لقد أصيب رفيقهم عبد السلام الحنفاوي برصاصة في الرأس. كان ينزف. حاولوا إيقاف النزيف ولكنهم لم يستطيعوا. بعد وقت لم يطل لفظ عبد السلام الحنفاوي أنفاسه الأخيرة. عمد الصيادون إلى تجريد الشاب علي من بندقيته، بينما توجه أحدهم إلى مركز الدرك للإبلاغ عن تلك الحادثة المأساوية. بعد نصف ساعة حضر رجال الدرك، رافقوا الشاب علي إلى المكان. قال إنه بينما كان يصعد التلة لاحظ حماسا لدى كلبه، ولما هم بإسراع الخطى زلت قدمه، ودون أن يشعر ضغط على زناد البندقية التي كان يحملها على كتفه، فانطلقت الرصاصة التي استقرت في رأس الضحية عبد السلام الحنفاوي الذي كان يسير خلفه مباشرة. التحق برجال الدرك عمر الرحوي، وكان أول من وصل إلى المكان بعد الطلق الناري، وكان أول من حاول إسعاف الضحية. أكد الرجل للدركيين أقوال علي الخطاب. تبين أن الأمر يتعلق بحادثة أخرى من بين تلك الحوادث المميتة التي تشهدها مواسم القنص. طلب من المجموعة الانتقال إلى مركز الدرك ببريكشا لاستكمال البحث. بعد ذلك أحيل الظنين وملف الحادثة على وكيل الملك بابتدائية وزان. وضع الشاب الخطاب رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما أرسلت برقية إلى شرطة سيدي قاسم بغاية إجراء بحث سريع حول الخطاب وأيضا حول الضحية عبد السلام الحنفاوي. لم يكن الشاب علي الخطاب معروفا لدى دوائر الأمن، إذ لا سوابق له، بينما استوقف الباحثين سجل الضحية الذي تبين أنه مقاول يتخبط في العديد من المشاكل، أبرزها تلك المرتبطة بتحرير شيكات بدون رصيد. كان للرجل شريك في المقاولة اسمه عبد الرحمن الحجاج، وكان الاثنان يعملان لمقاول اسمه المختار الحطاب، وضع فيهما ثقته، ولكنهما خان الأمانة وأنشأ في السر مقاولة كانت تنافسه، ما تسبب في إفلاسه. مات الرجل بعد شلل نصفي لم يمهله طويلا. تم تمتيع علي الخطاب بالسراح المؤقت بعد أن مثل في جلسة محاكمة بتهمة القتل غير العمد، لكن الوكيل العام للملك لم يكن قد أمر بإنهاء التحقيق، ولذلك تلقت شرطة سيدي قاسم الأمر بمراقبة الشاب. سجل المحققون أنه توجه رفقة والدته إلى منزل الضحية عبد السلام الحنفاوي لتقديم التعازي، وعند مغادرتهما صادف وصول عبد الرحمن الحجاج شريك الهالك الذي تعرف إلى المرأة، كانت أرملة الراحل المختار الحطاب. أخبر الحنفاوي أخ الهالك بأن من قتل شقيقه هو ابن المختار الحطاب. رد الرجل بأن القاتل اسمه الخطاب وليس الحطاب. تناهت تلك المعلومات إلى مراقبين من الشرطة، فتم نقلها إلى وكيل الملك، ولذلك
صدرت تعليمات بحجز بطاقة التعريف الوطنية ورخصتي السياقة والصيد للشاب علي الخطاب. تلتقي تلك الوثائق عند حقيقة أن ضمن شروط تسليمها تقديم نسخة من عقد الازدياد. أفضى التنقيب في سجلات الحالة المدنية إلى أن الاسم الحقيقي للشاب هو علي الحطاب وليس علي الخطاب، كما هو مدون في بطاقة تعريفه الوطنية وفي رخصتي السياقة والصيد. بالعودة إلى ملف بطاقة التعريف الوطنية، عثر المحققون على نسخة من عقد الازدياد مزورة بطريقة محكمة. تمت إضافة نقطة إلى حرف الحاء، وفي الكتابة اللاتينية أضيف حرف ك الذي وضع قبل حرف آش. تقرر تعميق البحث والتحقيق مع علي الخطاب. لم يكن الشاب ممن يسهل أخذ الاعترافات منهم، كان يجيب على أسئلة المحققين بدقة وبهدوء، بدا مستعدا لتلك اللحظات، ولكن المحققين لم يتأخروا في إسقاطه في الفخ. لقد أوهموه بأن التحقيق سيطال والدته إن هو لم يتعاون بالشكل الكافي، ومع ذلك فإن علي الخطاب كما هو مثبت في وثائقه لم يكن فيما يبدو قد حسم أمره وقرر الإفضاء بكل الاعترافات. بدا للمحققين أنه قرر الاعتراف بجريمة التزوير فقط، وقد حرص على أن يلف اعترافاته برواية ابتدعها. قال علي إنه ومنذ أن توفي والده كان ينعت بابن المفلس، ولذلك قرر تغيير اسمه حتى يضع حدا لتلك الأقاويل التي تسبب له ألما نفسيا كبيرا. اعترف بأنه خطط للأمر وسعى إلى أن يكون التزوير كاملا. ظل يتردد على مكتب الحالة المدنية مرتين في الشهر، كان يختار من الكتاب من يرى أن خطه أسهل للتزوير، وبعد حين تسنى له ذلك. لم تكن هناك صعوبة في إضافة نقطة إلى حرف الحاء، وبسهولة أيضا استطاع إضافة حرف ك إلى الاسم بالحروف اللاتينية. تأسيسا على نسخة عقد الازدياد تلك، حصل علي على بطاقة التعريف الوطنية باسم علي الخطاب، وكذلك على رخصتي السياقة والصيد. أنهى الخطاب دراسته وأنشأ مقاولة، كان دخله يتيح له الاستجابة إلى كل متطلباته، وكان يهوى الصيد، ولذلك بادر إلى الحصول على رخصة كانت له وراء ذلك غاية أخرى. تظاهر المحققون بأنهم لم يقتنعوا بما اعترف به علي بشأن التزوير، وأبلغوه أنهم بعثوا في طلب والدته للتحقيق معها. إذ ذاك تهاوى آخر ما ظل يتستر وراءه. أقر علي للمحققين بأنه حين انخرط في جمعية الصيد التي ينتمي إليها لم يكن يعلم أن عبد السلام الحنفاوي الضحية، والذي كان وراء إفلاس والده ثم موته من جراء الصدمة، يوجد ضمن أعضاء الجمعية. غير أنه يضيف سر كثيرا لما اكتشف الأمر. لم يكن الرجل يعرفه، وما كان له أن يقيم علاقة ما بين علي الخطاب والمختار الحطاب. في تلك المرحلة بدأت تدور في ذهن علي فكرة الثأر وقتل من تسبب في إفلاس والده. بالنسبة إليه صار موسم القنص مفتوحا، والطريدة الوحيدة التي يشتهي اسمها عبد السلام الحنفاوي. شارك علي في عدة رحلات للصيد مع أفراد الجمعية ومنهم الحنفاوي، ولكن الفرصة للتخلص من الرجل لم تتسنى سوى ذاك 13 أكتوبر في غابة إزرن بأطراف بريكشا. يومها يحكي علي للمحققين ظل يراقب الرجل يتحين اللحظة للانفراد به. في تلك الرابية تقدمت المجموعة بينما تأخر عبد السلام الحنفاوي. كانت الكلاب تلهف، أبطأ علي الخطى، صار عبد السلام الحنفاوي خلفه ببضعة أمتار. كان الوقت عصرا، يعترف علي بأنه كان يرصد ظل الرجل، كان يحمل بندقيته على كتفه. لما استوى الظل واعتقد الرجل في مرماه ضغط على الزناد، استقرت الرصاصة في رأس عبد السلام. كان يصرخ ولكن صراخه لم يطل، عوضه نداء استغاثة من علي. جاءت اعترافات علي الخطاب، وقد علمنا الآن أن اسمه الحقيقي علي الحطاب
جاءت تلك الاعترافات وافية وكاملة، تم تدوينها بكل تفاصيلها في محضر رسمي، وتم تقديم الشاب إلى محكمة الاستئناف. ظل حائرا، لم يكن يتصور أن يفتضح أمر ما حسبه جريمة كاملة. هو الآن يعلم أن ليس هناك جريمة كاملة.